مش بعد اذنك سياده الوزير، هل تلقيتم موافقه من مديريه امن السويس على اقامه المباراه وتامينها؟ هو طبعا يعني هو الـ 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 الموافقه على اقامه الدوري المصري تم حسمها منذ اسبوعين مع السيد وزير الداخليه، وبعدها باجتماع مع قيادات الامن في كل المحافظات، وبالتالي هذا الامر تفاصيله اعتقد انها موجوده في اتحاد الكوره في لجنه مسابقاته، انما اتوقع ان شاء الله ان المساله ما فيهاش اي مشكله وان المباراه هتقام كما حددت لها لجنه المسابقات. ما عنديش تحديد، انا اعرف انها في السويس بس التفاصيل ما اعرفش امتى والساعه كام. ما فيش مشكله، انما ما اعتقدش ان شاء الله ان هيكون في مشكله باذن الله. ان شاء الله هيبقى دوري زي الفل وهيرجع النشاط الرياضي مره تانية وترجع الكره المصريه لملايين من عشاقها الحقيقة.